بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب أمارات الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمارات الساعة أو أشراط الساعة هي الحوادث التي تحدث قرب قيام الساعة، تحدث قرب قيام الساعة. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأول علامات الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بأصبعيه كريمتين، السبابة والوسطى. وهو عليه الصلاة والسلام هو نبي الساعة، وتستمر العلامات إلى أن تقوم الساعة، لكن تختلف العلامات، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى متتابعة، وهي محل البحث الآن، العلامات الكبرى. نعم. قال: وللبخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم لقوا عاصر غنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا سبق الحديث، سبق درس الماضي. نعم. قال: باب ما لا يقوم. ولمسلم عن يسير بن جابر انه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة. نعم. باب ملاحم الروم، يعني الحروب، الملاحم هي الحروب. نعم. قال: ولمسلم عن يسير، والروم هم بنو الأصفر، الروم هم بنو الأصفر. نعم. ولمسلم عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة. هجيرة يعني ليس له عادة، هجيرة يعني عادة. نعم. إلا يا عبد الله بن مسعود، يبدو في سقط. لعل فيه سقط. قال: إلا يا عبد الله بن مسعود. ألا يا عبد الله بن مسعود. وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، كان هو القاضي والداعية في الكوفة، والأمير أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما. نعم. جاءت الساعة، قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى يقسم ميراثا ولا يفرح بغنيمة، حتى لا يقسم ميراثا ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمع لأهل الإسلام أو يجمع لهم أهل الإسلام؟ قلت: الروم تعني؟ قال: نعم.
قال ويكون عند ذلك القتال ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة. نعم ويكون عند ذلك القتال. نعم ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة. نعم فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. نعم يعني يكونون شرطة. نعم فيقتتلون حتى يمسوا فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة، إما قال لم يرى مثلها وإما قال لا يرى مثلها حتى إن الطائر ليغوم بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. نعم يعني هذا الحديث فيه ذكر ما يكون من الحرب بين المسلمين وبين الروم في آخر الزمان، وأنه في النهاية تكون الغلبة للمسلمين، في النهاية تكون الغلبة للمسلمين، وذلك في أرض الشام. نعم فيتعاد بن أبي كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد. يعني يقتلون، يقتل بنو الرجل، القبيلة أو الأسرة تقتل ولا يبقى إلا واحد. نعم فبأي غريمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. هذا يفسر أول الحديث، لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة لأنهم يقتلون ولا يبقى إلا القليل. نعم فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك فجاءهم الصريح إن الدجال قد خالفهم. خلفهم إن الدجال قد خالفهم أو خلفهم أو خلفهم في ذراريهم. نعم بينما المسلمون في الغزو قاتلون الروم وحصل لهم النصر إذ جاءهم الصريخ، والصريخ هو الذي يحذرهم من شيء حصل، هو الذي يأتي نذيرا يخبرهم عن شيء حصل بعدهم، وهو هذا الشيء أنه خرج الدجال في قومهم، يتركون الغزو ويرجعون إلى أهليهم لأجل مقابلة الدجال ودفع شره. والدجال هو رجل من اليهود، رجل من اليهود يخرج في آخر الزمان، خروجه من علامات الساعة الكبرى، خروج الدجال. سمي الدجال المسيح الدجال من الدجل وهو كثرة الكذب، لأنه كذاب كثير الكذب، معه فتنة عظيمة تغر كثير من الناس ينخدعون به ولا يبقى إلا أهل الإيمان الصحيح يثبتون على دينه حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، وإلا يحصل على المسلمين فتنة من الدجال بما معه من الخوارق، معه خوارق شيطانية تؤثر على الجهال وضعاف الإيمان يغترون به ويتبعونه والعياذ بالله، ولا يبقى إلا المؤمن القوي في إيمانه الثابت على دينه مع ما يتعرض له من الخطر لكنه يثبت على دينه. ففتنة الدجال فتنة عظيمة. فبينما هم كذلك إذ نزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، حضر معهم صلاة الفجر
وهم يصلون خلف إمامهم المهدي حضر معهم صلاة الفجر، صلى معهم المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم يطلب الدجال، يطلبه حتى يجده فيقتله، يقتله شر قتله في باب لد، باب لد مكان من فلسطين، يطلب الدجال حتى يجده في هذا المكان فيقتله، يستريح المسلمون من شره. نعم. فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة، يعني إذا جاءهم الصريخ وأخبرهم بظهور الدجال وأنه خلفهم، يعني جاء بعدهم، تركوا ما بأيديهم وتركوا الغزو مع الروم ورجعوا إلى بلادهم ليدفعوا عنها شر الدجال. نعم. فيبعثون عشرة فوارس طليعة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. نعم، من المسلمين يستطلعون أمر الدجال. نعم. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدانق. الأعماق مكان من الشام، أو دانق، دانق أيضا مكان من الشام. نعم. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا بنا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا. فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون، هذا في قتالهم مع الروم، قسطنطينية عاصمة الترك. نعم. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خالفكم أو خلفكم. هذا مثل الحديث الذي قبله، بينما هم يقاتلون الروم ظفروا بالروم وأخذوا الغنائم، إذ جاءهم النذير بأن الدجال قد خرج في أهليهم. نعم. في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فيخرجون وذلك باطل. نعم. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يصوبون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فنزل عيسى بن مريم عليه السلام. بينما هم في كرب وشدة مع الدجال ويتهيئون لقتال الدجال وحزبه، عرضت صلاة الفجر، بينما هم كذلك نزل عيسى عليه السلام. الله جل وعلا أخبر أنه رفع عيسى إليه حيا، رفعه إليه حيا لما تآمر عليه اليهود بدون قتله، رفعه الله من بينهم ولم يشعروا بذلك، وألقى شبهه على رجل من القوم، ظنوا أنه المسيح فقتلوه وصلبوه، ونجى الله المسيح عليه الصلاة والسلام ورفعه إليه حيا بروحه وبدنه، ثم في آخر الزمان ينزل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا إذا نزل،
إذا نزل يؤمنون، ولا يبقى في الأرض إلا الإسلام، ما يبقى دينان في الأرض، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرج يأجوج وماجوج في آخر حياة عيسى بن مريم عليه السلام. هذه آفة أخرى تظهر على المسلمين، تخلصوا من الدجال وساد حكم المسلمين، انتشر الإسلام، وضعت الجزية، قتل الخنزير، صارت العبادة لله وحده. بينما هم كذلك ظهر عليهم جيش لا يطيقونه، وهم يأجوج ومأجوج. نعم. فنزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فأمره، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. إذا رأى الدجال عيسى بن مريم عليه السلام خار ولم يستطع الحركة وذابت قواه. نعم. فلو تركه لم ذاب حتى يهلك. نعم. ولكن يقتله بيده فيريهم دمه في حربته. يقتله عيسى بن مريم، يقتل الدجال بيده مباشرة، فيريح الله المسلمين من الدجال. نعم. ويتولى المسيح عليه السلام. نعم. عيسى بن مريم. نعم. وله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعتم بمدينة جانب فيها في البر وجانب في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا نزلوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. أي نعم، يغزون المسلمون، يغزون هذه البلد، وأنها القسطنطينية، يغزونها ويكبرون الله تكبيره ويهللون، ثم تسقط. كلما كبروا وهللوا سقط جانب منها بدون قتال. نعم. قال ثور: لا أعلمه، قال: إلا الذي في البحر. نعم، يعني الجانب اللي في البحر منها يسقط التكبير. نعم. ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموها. فبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ. هذا مثل الحديث الأول إلا أنه أوضح منه، لأنه أوضح منه، وأنهم ظفروا لعدوهم وانتصروا عليه بدون قتال بل بذكر الله عز وجل. فبينما هم بعد هذا النصر يقسمون الغنائم، جاءهم الخبر عن ظهور الدجال في أهليه. نعم. إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيطرحون كل شيء ويرجعون. نعم، إلى أهلي. قال: ولابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: إنكم ستقاتلون بني الأصفر، يعني الروم. نعم. ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم وفي الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون من الله لومة لائم، ويفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير. هذه البلد الذي بعضها في البر وبعضها في البحر هي القسطنطينية. نعم. فيصيبوا غنائم لم يصيبوا مثلها، مثل الرواية الأولى. نعم. حتى يقتسموا بالأدرسة فيأتي يعني من كثرة المال يقتسمون، وما هو بالعد، بالحشي، بالأترسة، جمع ترس. نعم. فيأتي آت فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وهي كذبة، فالآخذ نادم
والتارك نابيا. نعم. قال ولأبي داود وغيره عن ذي مخمر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوان ثم تغزون أنتم وهم عدوان يعني تجتمعون أنتم اليوم على قتال عدو للجميع. نعم. فتنصرون وتسلمون ثم ينصرفون حتى ينزلون بمرج ذي تلول فرفع رجل من أهل الصليب الصليبة فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه فعند ذلك تغدره فيجمعون للملحمة فيأتون تحت ثمانية يجمعون فيجمعون للملحمة. نعم. للملحمة يعني القتال بينه وبين هؤلاء الروم الذين نسبوا النصر إلى الصليب. نعم. فيأتون تحت 80 راية تحت كل راية 12,000. نعم. قال وله وغيره عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. حسنه الترمذي. يعني كلها تجتمع هذه الحوادث العظيمة في هذه الأشهر 7 أشهر فقط يعني مدة قصيرة. نعم. قال ولي أبي داود عن عبد الله بن بشر مرفوعا بين ملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7. نعم. قال هذا أصح من حديث عيسى يعني حديث معاذ بين فتح المدينة يعني القسطنطينية. نعم. قال وله عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل من قلة نحن يومئذ. هذا من علامات الساعة تداعي الأمم على المسلمين تداعي الأمم أمم أهل الأرض من الكفار يتداعون على المسلمين يجتمعون على قتال المسلمين هذا من علامات الساعة والمسلمون في ذاك في هذا الوقت ضعفاء بسبب انشغالهم بالدنيا. نعم. مع كثرتهم ضعفاء لأن الكثرة لا تكفي إلا مع الإيمان كثرة مع الإيمان أما الكثرة بدون إيمان فإنها تكون قليلة. نعم. قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل المسلمين يعني. نعم. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. كان العدو يهاب المسلمين ثم في آخر الزمان العكس تنزع المهابة مهابة الكفار من المسلمين تنزع من المسلمين فيصير الذي يهاب هم المسلمون يهابون الكفار بدل أن كان الكفار يهابون المسلمين انعكست صار الكفار صار المسلمون يهابون الكفار لضعف الإيمان ذلك لضعف الإيمان عندهم. نعم. هذا من علامات الساعة تخاذل المسلمين انقسام المسلمين دخول المذاهب الضالة على المسلمين تفرق المسلمين إلى فرق مختلفة كل هذا يضعف المسلمين. نعم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن في قلوب المسلمين يعني. نعم. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت هذا هو السبب إذا أحب المسلمون الدنيا وكرهوا الموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله عند ذلك يحدث هذا الذل الذي يضعه الله فيهم. نعم.
قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أنا الذي أكون أنجو. وفي رواية فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. فتنة ظهور هذا الجبل من الذهب إذا حسر ماء الفرات تقاتلون عليه، هذا من انشغالهم بالدنيا والطمع، وهذا هو الذي أذلهم أمام عدوهم. قاتلون بينهم المسلمين يتقاتلون بينهم كل يريد أخذ هذا الذهب، فتنة. نعم. قال وله عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعت العراق درهمها وقى في زهر، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها. يعني البخل، إذا حصل البخل بالمال حصلت المصيبة. نعم. وعدتم من حيث بدأتم، يعني تعودون أذلة مثل ما كنتم قبل الإسلام. نعم. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. نعم. شهد على ذلك نحن أبي هريرة ودمه. يعني الراوي يقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وأنه سمعه منه، شهد لحم أبي هريرة ودمه على هذا، من باب تأكيد الرواية. نعم. قال وله عن المستورد القرشي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه لئن قلت ذلك إن فيهم لخصال أربعة إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. نعم، يعني إن الروم فيهم صفات طيبة، فيهم صفات طيبة مع كفرهم، مع كفرهم، لكن فيهم صفات طيبة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ومنهم من إذا سمع ما أنزل إلى الرسول فإنه يبكي ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالنصارى أكثر إسلاماً، أكثر دخولاً في الإسلام من غيرهم، وأكثر رأفة ورحمة وإن كانوا كفاراً. أما اليهود قبحهم الله، هم أشد الناس عداوة مع المشركين. شوف، مع المشركين عباد الأوثان، مع أنهم أهل الكتاب، مع أنهم أهل الكتاب، لكن ما نفعهم كتابهم، صاروا مثل عبدة الأوثان. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، شاركون عبدة الأصنام مع أنهم أهل الكتاب، ولم ينفعهم كتابهم لما لم يعملوا به. نعم. فالذي يسلم من النصارى أكثر من الذي يسلم من اليهود. نعم. قال رحمه الله تعالى وله عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه على أكمة فإنهم قيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فقال في نفسي إيتهم فاقعد بينهم وبينهم
لا يغتالون. ثم قلت لعله نجي معهم. يعني حدثون. نعم. فأتيتهم فقلت بينهم وبينه، فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، وتغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله. قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. نعم. قال وله عن أبي هريرة. نعم. وهذا الحديث فيه البشارة للمسلمين أن الله ينصرهم ويفتح عليهم إذا في آخر الزمان، يعني ما ييأس المسلمون مع كثرة الفتن والكروبات والشدائد، إلا أن هذا الدين يبقى ويبقى له أهل يتمسكون به، وينصرهم الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. قال وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل قحطان يسوق الناس بعصاه. نعم. من علامات الساعة خروج هذا الرجل أنه يتسلط على الناس بسلطانه، هذا أيضا من علامات الساعة. وقحطان هي القبيلة المعروفة، لأن العرب ينقسمون إلى قسمين، قحطانية وعدنانية. قحطانية وعدنانية. نعم. وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاه. نعم. اسمه، هذا اسم الرجل الذي من قحطان، اسمه الجهجاه. نعم. الجهجاه. ومن علامات الساعة. نعم. قال وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان مطرقة. يعني الترك، قاتل العرب الترك. نعم. ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. نعم. يعني من المغرب والله أعلم. نعم. وفي لفظ تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان مثل المجان المطلقة. المجن، المجان جمع مجن، وهو ما يتخذه المقاتل سترة دونه ودون سلاح العدو. نعم. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الأنوف. يا ولاي صفة الروم والله أعلم. نعم. صفة الترك. نعم. وفي اللفظ يقاتل المسلمون الترك. ترك، هذه تفسر الكلام السابق. نعم. أن المراد بهم الترك. نعم. يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. نعم. يلبسون الشعر ويرجون الشعر. يعني صارت الصفتان للترك، هم اللي يلبسون الشعر وينتعلون الشعر، ووجوههم كالمجان المطرقة صغار الأعين إلى آخره. نعم. وفي لفظ انظروا الوجوه صغار الأعين. نعم. قال ولي أبي داود عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك. يعني الترك. نعم. قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقونهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما الثالثة فيصطدمون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني يهلكون. نعم. وله عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الناس من أمتي
بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. نعم. وفي لفظ من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قط راء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبردية وهلكوا. يعني يتركون الجهاد. نعم. وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يأخذون لأنفسهم يتركون الجهاد في مقابل أنهم يأمنون على أنفسهم. وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلونهم. هذه الفرقة الثالثة التي تقاتل هؤلاء، نعم، من المسلمين. وهم الشهداء. نعم. وفي يوم أحمد بعد الفرقة الأولى: وأغنى فرقة فتأخذ على نفسها وكفرت، فهذه وتلك سواء. وقال في الثالثة: ويفتح الله على بقيتها. نعم. قال: وللبزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب رفع من تحت رأسي، فظننت أنه مذبوح به، فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. صححه عبد العربي. نعم، فيه فضل الشام وأنها في آخر الزمان تكون هي مقر الإسلام. نعم. قال: ولي أبي داود عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من قيد مدائن الشام. إيه، والغوطة يزال اسمها موجود الآن، يسمونها غوطة دمشق. نعم. ولابن أبي شيبة عن أبي، عن أبي الدرداء. نعم. إيش؟ قال: ولابن أبي شيبة عن أبي، ولا أبي؟ عن أبي الله، نعم، أبي. عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقل المسلمين في الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور. يعني يتحصنون بهذه الأشياء، الشام في بيت المقدس، في الطور مع عيسى بن مريم عليه السلام: حرز عبادي إلى الطور، ينحصرون في الطور من يأجوج وماجوج، ثم يهلك الله يأجوج وماجوج بالمرض والوباء، ثم يخرج المسلمون من حصارهم فرحين. نعم. السلام عليكم. في نسخة تقول عن أبي الزاهرية. نعم. وابن أبي شيبة عن أبي الزاهرية. بدل أبي هريرة؟ لا، كان مكتوب أبي عندنا فقط. كان مكتوب عندنا: وابن أبي شيبة عن أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نسخة عن أبي الزاهرية. يعني سابقا كلمة. قال: معقل المسلمين في الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور. نعم. قال: ولابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله جيشا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا، يؤيد الله به الدين. نعم. قال: ولمسلم عن حذيفة بن أسيدة أنه قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن كذاك الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات: طلوع الشمس بحضرتها، والدخان، والدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب،
ونار تخرج من قعر عدم تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. وفي رواية: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تخرج الناس. نعم، تسوقهم إلى الشام، لأن أرض المحشر هي الشام الساهرة. نعم. وفي رواية له: وريح تلقي الناس في البحر بدل نزول عيسى. نعم. وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر عام. نعم. وله عن عقل بن يسار مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج يعني يكون الإنسان يشتغل بالعبادة في الهرج، يعني وقت الفتن. الهرج هو الفتن بين المسلمين، اللي تجنبها ويشتغل بالعبادة يكون كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فضل العمل الصالح في وقت الفتن، أن الإنسان لا يدخل فيها، يشتغل بالعبادة. نعم. وله عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث آيات إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. نعم. هذه الآيات الكبار الثلاث ينتهي قبول الإيمان والتوبة، فلا يقبل التوبة ولا ينفع الإيمان الذي يأتي بعدها. لم تكن آمنت من قبل، أما إذا ما آمنت إلا بعد طلوع الشمس المغربية ما ينفع هذا ولا يقبل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ يأتي سبحانه في المحشر الفصل بين العباد إتيانا يليق بجلاله سبحانه. أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه هي طلوع الشمس من مغرب. يوم يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأن يغلق باب التوبة. فظهرت الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. ظهرت الدابة، الدابة تشم الناس، تكتب على المسلم مسلم، تكتب على الكافر كافر، ولا يتوب من الكفار أحد، ولا تقبل توبته حينئذ. نعم. فيتبايع المسلم والكافر، يقول المسلم يا كافر ويقول الكافر يا مسلم. نعم. وله عن أبي زرعة، وذكر قول مروان عن الآيات: أولها خروج الدجال. ها؟ قال: وله عن أبي زرعة يعني الآيات الكبار أولها خروج الدجال. نعم. وذكر قول مروان عن الآيات: أولها خروج الدجال. فقال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شيئا، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. عبد الله بن عمرو. نعم. حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. نعم. وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. خروج الدابة، خروج الشمس من مغربها، هاتان الآيتان إذا وقعتا انتهى قبول التوبة وانتهى قبول الإيمان. نعم. قال: وللترمذي عن صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة 70 سنة.
لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله. وقال حسن صحيح. نعم هذا يوافق ما سبق إنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. نعم. باب من أشراط الساعة الدخان. قال وروي من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة دخانا ملأ ما بين المشرق والمغرب ينبت في الأرض 40 يوما. هذا الدخان الذي يأخر في آخر الزمان وهو من علامات الساعة. نعم. والدخان المذكور في سورة الدخان والله أعلم أنه ما أصاب قريشا من الجدب حتى ينظروا إلى السماء كأن بينهم وبينها دخان من شدة الجدب. نعم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. نعم. أما المؤمن فيصيبه منه شبه السكار من هذا الدخان اللي يحدث في آخر الزمان ولا يضره. نعم. وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج الدخان من أنفه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره. يؤثر على الكفار ولا يؤثر على المؤمنين لكن يصيبهم شيء مثل الزكام خفيف. نعم. قال ولأبي داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إن الناس يمصرون أمصار وإن مصر منها يقال له البصرة أو القصيرة فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يسبحون قردة وخنازير في آخر الزمان. الله أعلم.